منذ ساعات قليلة أعلنت أسرة الفنانة عايدة كامل رحيلها بعد معاناة مع المرض استمرت 3 أسابيع. وقد كتبت الفنانة الراحلة على صفحتها الشخصية قبل وفاتها طلب من جمهورها، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل بعد قليل، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون، رحلت الفنانة عايدة عن عمر ناهز 89 عاما. وقضت الفنانة الراحلة ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية، وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها. كما كتبت الفنانة عبر حسابها على فيسبوك: يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك، رجاء لكل من يحمل لي ذرة من الحب أن يدعو لي، أمر بظروف صحية صعبة فجأة ودون أي مقدمات. ولدت الفنانة عايدة كامل في عام 1931، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها هو الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. درست الإذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينيات، ومن أفلامها 6 الحسن، لحن الخلود، دايما معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل ياسين في الطيران، اسكندرية ليه. ثم كرست جهودها للدراما التلفزيونية منذ 8 سنين، ومن أهم مسلسلاتها بين القصرين، القضاء في الإسلام، وهوانم جاردن سيتي. كما قدمت العديد من المسلسلات الإذاعية منها عيلة مرزوق على البرنامج العام. وقد نعى المجلس الأعلى للثقافة الفنانة عايدة كامل في بيان أصدره صباح اليوم جاء فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة والموظفون بالمجلس الأعلى للثقافة الفنانة القديرة عايدة كامل زوجة الفنان الراحل محمود عزمي. وأضاف المجلس الأعلى للثقافة في بيانه: نسأل الله أن يتغمدها برحمته ويلهم الدكتور هشام وأسرته الصبر والسلوان. ونحن بدورنا نسأل الله أن يرحمها ويتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.